السلام عليكم متتبعين، لاباس عليكم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا بخير في صحة جيدة يا ربي. اليوم غندير معكم واحد التحلية ان شاء الله، يعني بكية البسكوي. اي نوع كان البسكوي؟ هيا شديتها طحنتها في الطحان. هيا جوج معالق ديال الزبدة مذوبين، المهم جوج بيضات، فلا ديال درهم، هادي فلا من النوع الكبير، نوع مزيان. هيا المهم هادي كتعرفو كرشي، هادي الفاني، شوية ديال الفاني، وهادي ولد زين، شوكلاط ولد زين، كراميل. هانتوما معايا قطرة الحليب. دابا غادي ندير هاد الزبدة، نديرها حنايا ونبسبس بيها هاد الزبدة هاكا، هاد البسكويت. الحلية باردة زوينة، ناكلوها باردة وصافي. السكر على حسب الذوق، هاديك مانيش ندير السكر، هاديك حلوة، هاديك طفلة. غادي نديرها دابا في هاد المر، غادي حتى تبرد شوية في الثلاجة، وعاد نكملو المكونات. البيضات غادي نديرهم في هاد الزلافة ونطربهم هكا، عاد نزيدهم في الحليب. حركتهم هكا مزيان، عاد غنحطهم في العافيه. قلت لكم السكر ما درتش شي، حيت هذيك الفلان حلو حلو شويه، ولكن ما عنديش السكر، اللي بغى يدير السكر يدير. تقاد المسائل هنا، المكونات تقادت، غنضيف عليه، غادي نكبو على هاد البسكوي. بسم الله، هاهي المكونات تقادت. المهم غنديرها تبرد ونكمل معاكم التقديم. الحلوة ديالنا وجدات، هيا دابا نزوقها بهاد الكراميل من الفوق، صايب لها الديكور. هيا
ايوا التحليه جات غزاله منها. وهذا ندير لها الشوكولات حتى هو صايبو لي شي ندي كورت فين وصافي نقادو لعيبه. انها تعجبكم ان شاء الله، جربوها حتى هي راه غزاله غزاله من جربتوها راه غتعجبكم. متبعينها التحليه ديالي وجدات، ونتمنىها تعجبكم ان شاء الله، تجربوها وتعجبكم. التقديم ديالها هو هذا، ولا عجبتكم ديروا لي جيم عاونوني وديروا لي الدعم. والسلام عليكم ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله باذن الله.